كلام بجد شد وجز خد وهات وهات وخد بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة مو ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. لم يكن قط مجرد انتصارا كرويا ولكن إبراهيم أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك بكم أعزائي المشاهدين في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة 913. مين قال 13؟ ده رقم النحس، ده رقم قمة السعد. الحلقة 913 هي حلقة الثلاثية الجميلة الكبيرة وفرحة كل الأهلوية يا باشمهندس. الحمد لله. انتصار يعبر من مجرد نتيجة مباراة ودوري وثلاث نقط إلى أمور بيأكد أنه كان انتصارا للصبر على الأذى. انتصار الصبر على الأذى والتمسك بالقيم والصح والصحيح وهنشرح. عشان كده دي حلقة مهمة عنوانها فقط يا ليلة رد على المستبد. نشوف فرحة لعيبة الأهلي وجمهور الأهلي الكبير الحبيب بهذا الانتصار الثلاثي الكبير. أنت بالعنوان ده لازم تستأذن بتاعة شالب. طيب فريق كبير، فريق عظيم، وجمهور كبير وجمهور عظيم بجد. جمهور الأهلي يا جماعة هو الكبير وهو العظيم وهو اللي صنع الليلة دي وهو اللي يستحق فيها كل الفرحة الكبيرة يا باشمهندس. مؤكد وانا لما بقول الصح والصحيح لأن هو ده الصح. أيوة. وانتصارا للصحيح. يعني احنا لو تذكر من حلقتين انزعجنا قد إيه والناس بتطالب التخلي بقى عن الأدب وعن الترفع وعن الكلام ده، ولازم بقى إن كنتم مش عارفين تجاروا آليات ما يحدث حولكم فنشوف لنا حد يقدر يجاري. وأنا قلت إن ده أخطر ما في الأمر أن نصل إلى قناعة إن حقنا مش هنجيبه. دي الفتنة في الأرض. إن هو ده الحقيقة انهيار للقيم الرياضية طبعا وانتصار للباطل على الحق. ولذلك تبتدئ الأمور تعدل نفسها عشان يكافئ منطق الصواب والحق والقيم والتقاليد والترفع وتمسك بالروح الرياضي والخلق الرياضي والصبر على الأذى. السبل القانونية والشرعية في الدفاع عن الحقوق مهما طالت بتاخد حقك في الآخر، ويبدأ جمهورك يكتشف هذا ويقتنع بهذا وتبتدي ملحمة حقيقية بين الجمهور والنادي الأهلي ولاعيبته.